خاضت إسرائيل في جنين 10 أيام وفي كيتو الكرم أسبوع، واليوم تعود من جديد هذه الانتهاكات والتعزيزات العسكرية والاقتحامات في طوباس وفي طول كرم. ما الذي تسعى إليه أو ترمي إليه من خلال هذه الاقتحامات؟ يعني تحياتي لكم في البداية. بالفعل يعني بعد 7 أكتوبر انتقلت الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها اليمينية من التخطيط أو حتى التفكير ب يعني حسم المسألة فيما يتعلق بالضفة الغربية، بالوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، حسم هذه المسألة من خلال استغلال يعني الانشغال الدولي وبحق في ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة. تيار الكهاني والتيار المسيحاني في الحكومة وبصمت من بنيامين نتنياهو، ربما حتى برضا كامل من بنيامين نتنياهو، يريدون أن يعني يغيروا كل واقع السياسي في الضفة الغربية. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك أولا من خلال يعني تطويق وحصار الضفة الغربية وتقطيعها إلى ما يشبه الكانتونات، وحتى هذا الأمر تحول اليوم إلى أداة يعني تريد التيارات اليمينية أن تبقيه بشكل دائم ومستمر في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عمليات القتل والإعدامات الميدانية والتصفيات من الهواء واستخدام وسائل جديدة. نتحدث عن يعني قرابة أو أكثر من 700 شهيد، نتحدث عن قرابة أو حتى أكثر من 5500 مصاب في الضفة الغربية، نتحدث عن أكثر من 10,000 حالة اعتقال، وبالتالي الضفة الغربية تعيش حالة حرب حقيقية لكنها منخفضة الوتيرة مقارنة بالجرائم التي تحدث في قطاع غزة. يريدون فرض واقع جديد في الضفة الغربية، العنوان الشامل أو يمكن تسمية العنوان لذلك ومنع وإحباط أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية. هذه فرصة بالنسبة لتيار اليمين المتواجد حاليا في الحكومة والذي يعني يستفيد من هذه الصلاحيات، مثلا سموتريتش يستفيد من الصلاحيات الممنوحة له بصفته وزيرا للمالية، بالإضافة إلى أنه وزيرا في وزارة الجيش، يفعل ويستخدم كل الأدوات من أجل يعني الدفع باتجاه تغيير الواقع، تغيير الحكم في الضفة الغربية. كما هو معروف الجيش أو قيادة المنطقة الوسطى للجيش، ولكن هذه المحاولات لتغيير الواقع أستاذ عبد القادر برأيك ألا يكون لها انعكاسات على الداخل في إسرائيل، انعكاسات أمنية، توترات وقلق؟ يعني شاهدنا اليوم عملية الدهس في شرق رام الله، برأيك كيف، ما هي دلالات هذه العملية وتبعاتها في الأيام القادمة؟ يعني كل ما تقوم به الحكومة اليمينية في الضفة الغربية بالطبع يترك انعكاساته في الميدان. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وأيضا الجيش في أكثر من جلسة للكابينت قدموا توصياتهم بأنه يجب تخفيف الضغط عن الضفة الغربية، يتحدثون عن الضغط العسكري وأيضا عن الضغط الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي الذي يقوم به سموتريتش، يعني تارة بتقليص أو بقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، وأيضا من خلال منع إدخال العمال. نتحدث عن قرابة يعني أكثر من 200,000 عامل يعني كانوا يعملون قبل 7 أكتوبر. بالتالي كل هذا الوضع وهذا الخناق والضغط العسكري وأيضا استمرار العمليات العسكرية يؤدي إلى انفجار الضفة الغربية. هذا ما تحذر منه أيضا المستويات الأمنية والجيش كما ذكرت في كل اجتماعات الكابينت. لكن يعني النظرة العميقة إلى ما يحدث في الضفة الغربية تقول بأن هذا الانتقال الذي تسعى إليه تيارات اليمين في الضفة الغربية سيواجه بمقاومة واضح أنها يعني ليست مقاومة منظمة أو مقاومة بمعنى تستند إلى بنى وهياكل موجودة. هذه البنى غير قائمة في الضفة الغربية يعني على غرار ما هو يعني موجود في قطاع غزة، لكن العمليات الفردية أو ما يطلقون عليها الذئاب المنفردة هذه التي تثير خشية المؤسسة الأمنية. نتحدث عن أكثر من 500,000 مستوطن منتشرون على الشوارع والطرقات في الضفة الغربية، نتحدث عن انتشار مكثف للمستوطنات وللبؤر الاستيطانية في كل مناطق الضفة الغربية. هذا الوجود الاستيطاني بالإضافة إلى انتشار القوات الإسرائيلية، تحدث هنا عن الشرطة وأيضا عن الجيش الإسرائيلي، كل هذا الانتشار من يعني من شأنه أن يتحول أو ربما يتحول إلى أهداف يتم اصطيادها من قبل الفلسطينيين الذين ينوون تنفيذ مثل هذه العمليات. وبالتالي هناك خشية حقيقية كانت منذ 7 أكتوبر أن تنتقل أو تتحول هذه الجبهة إلى جبهة قتالية تؤثر على جبهة قطاع غزة، لأن الجيش حينها وهكذا ورد في توصياته سيقوم أستاذ عبد القادر في قواته من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. في دوائر صنع القرار في إسرائيل هل هناك أصوات تنادي بأنه يجب على الأقل ليس حبا بالتأكيد بالفلسطينيين ولكن تجنبا لحدوث قلق أمني وأوضاع غير مستتبة أمنية، هل هناك من ينادي بالحل السياسي بعيدا عن التصعيد والضغط العسكري الذي لا يعرف سواه نتنياهو؟
يعني في الحقيقة لا، لا يوجد في إسرائيل اليوم من يتحدث عن حل سياسي. هذا يعني ربما هذا المصطلح أصبح غائبا، ربما قبل 7 أكتوبر، ولكن بعد 7 أكتوبر أصبح يعني واضحا ويتم ترديده بشكل علني. لا يمكن القبول بإقامة دولة فلسطينية، ما يسعى له بنيامين نتنياهو، ما يسعى له أيضا اليمين وحتى التيارات التي تطلق على نفسها تيارات يعني ليبرالية داخل معسكر اليمين، هي ترفض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي فكرة الحل السياسي غير موجودة في القاموس الإسرائيلي اليوم. وبالتالي استمرار الرهان على مثل هذا الأمر، أو استمرار حتى الرهان على الضغوطات التي قد تمارسها الإدارة الأمريكية على إسرائيل فيما يتعلق بمسألة الضفة الغربية، هو أمر يعني أعتقد أنه تم تجريبه في السابق، وهذا يعني رهان فاشل. هناك توجه حقيقي لدى الحكومة الإسرائيلية بحسم المسألة الفلسطينية وتحديدا في الضفة الغربية، وكما ذكرت سموتريتش يستغل صلاحياته من أجل تغيير الواقع في الضفة الغربية. يمكن النظر لذلك من خلال يعني كل التعيينات الجديدة التي أدخلها ربما ليس فقط في الإدارة المدنية وأيضا في لجان الكنيسة المختصة بالضفة الغربية مثل الخارجية والأمن وغيرها، وإنما أيضا التغييرات التي تحدث في بنية الجيش. الجيش هو المسؤول عن الضفة الغربية وتحديدا قيادة المنطقة الوسطى، تم تغيير قائد المنطقة الوسطى واستبدل بقائد جديد خريج المدارس الدينية الاستيطانية، وبالتالي كل هذه التغييرات تنعكس على الأرض في التصعيد أمام الضفة الغربية. بالعودة إلى سؤالك، أعتقد أن تشدد بنيامين نتنياهو وتشدد الجمهور المتطرف في إسرائيل اليوم، واليوم إسرائيل تعيش حالة من يعني أو تعيش نزعة يمينية واتجاه أكثر نحو اليمين واليمين المتطرف، أمام هذا الخطاب لا يوجد من يجرؤ ويخرج ويتحدث عن حل سياسي. حتى المعارضين لسياسة بنيامين نتنياهو هم لا ينادون ولا يقولون حتى مسألة الدولة الفلسطينية، هم يتحدثون عن مسار سياسي ربما تقوية بعض الأطراف في مسعى لاستجلاب الهدوء والاستقرار الوهمي في الضفة الغربية من أجل يعني تعميق مشروع الاستيطان، زيادة أعداد المستوطنين. وبالتالي نتحدث عن جمهورين، جمهور يريد أن ينفذ المشروع الاستيطاني الخلاصي يعني بشكل فظ وبشكل علني، وربما هذا محرج لإسرائيل أمام شركائها الغربيين، لأنه يمس يعني حل الدولتين الذي بات هو الحل ربما المقبول دوليا أو حتى الذي تردده وزارات الخارجية الغربية في بياناتها. وهناك جمهور آخر لا يريد أن يقود مثل هذا التصعيد في تنفيذ هذا المشروع إلى توتر داخل الضفة الغربية وتأثير على تركيز الجيش على جبهة قطاع غزة وأيضا على الجبهة الشمالية. وبالتالي نتحدث عن غياب المعارضة الحقيقية داخل إسرائيل لكل ما يحدث في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وبالتالي كيف تستشرفون إجراءات الطوارئ التي فرضتها الأوضاع في الضفة الغربية في ظل تواصل هذه العمليات والتصعيد؟ يعني من الواضح أن كل عمليات التشديد وكل عمليات الخنق الاقتصادي والعسكري والاجتماعي تقابل وتواجه بمقاومة، يعني على الأقل على المستوى النظري كلما اشتدت هذه الوسائل كلما اشتدت وتعززت فرص مقاومتها. والفلسطينيين اجترحوا على الأقل بعد الانتفاضة الثانية أكثر من شكلا نضاليا لمواجهة المخططات الاستيطانية، سواء فيما يتعلق بالقدس وتغيير الوضع القائم في القدس أو حتى فيما يتعلق بالضفة الغربية واستمرار هذه الإجراءات العقابية والعمليات العسكرية. أعتقد أن الضفة الغربية مرشحة لمزيد من يعني العمليات، هذا الأمر يمكن الاستدلال عليه من خلال العمليات الفردية التي وقعت على مدار الأسابيع الماضية، وبالتالي غياب البنى الاجتماعية أو حتى البنى السياسية التنظيمية التي يعني من الممكن أن تقود أي حراك واسع أو انتفاضة عارمة انتفاضة شاملة، غياب هذه البنى يفتح المجال أو هذا الفراغ يفتح المجال أمام الأعمال الفردية أو العمليات الفردية التي ستتوجه بالضرورة باتجاه المستوطنين وباتجاه قوات الجيش المنتشرة في الضفة الغربية. للأسف استمرار الرهان على نفس الأدوات، أتحدث هنا عن البنى السياسية القائمة في الضفة الغربية وتحديدا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، استمرار الرهان على الدور الأمريكي، استمرار الرهان على دور الدول الأوروبية أو الدول الغربية في وقف مطامع بنيامين نتنياهو ومطامع اليمين فيما يتعلق بالضفة الغربية، ومسألة إفراغ حتى يعني على الأقل الأراضي المصنفة جيم وفق اتفاق أوسلو من الفلسطينيين ويعني تخصيصها لصالح المستوطنين، هذا في مسعى منع إقامة الدولة الفلسطينية. استمرار الرهان على نفس الأدوات التقليدية قبل 7 أكتوبر يجعل الإسرائيلي يعني يقوم أكثر بيعني زيادة التصعيد، بزيادة الاستيطان، بتعجيل حتى هذا المشروع وإفراغ ولكن الأرض الفلسطينية وتحديد مناطق جيم يعني من الوجود الفلسطيني. ما الذي يستطيع أو يقدر عليه اليوم أهالي الضفة أو الفلسطينيون بشكل عام في ظل يعني وجود كما قلت دعم أمريكي؟ حتى مراسلنا قبل قليل كان يتحدث بأنه المركبات التي يتم بها اقتحام طول كرم هي مركبات أمريكية.
وغياب دعم طبعا ورافد من سياسي ومن الدوائر الحكومية ومن السلطة لنضال الشعب على الأرض. يعني أعتقد أن الفلسطينيين لا خيار أمامهم بالنظر إلى المشهد في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي كل الأرض الفلسطينية، لا خيار سوى الوحدة والاتفاق على استراتيجية وطنية واحدة موحدة لمواجهة هذا المشروع. المستهدف في هذه الحرب ليس قطاع غزة، المستهدف ليس حماس فقط، وإنما المستهدف هو القضية الفلسطينية. هناك من يريد أن يعني أن يقضي على القضية الفلسطينية، يرى أن هذه فرصة مناسبة للقضاء على القضية الفلسطينية، وبالتالي يجب أن يواجه هذا الأمر أولا بتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني من خلال الوحدة الوطنية، ويعني محاولة بناء جسر آمن من خلال الدول العربية والإسلامية، جسم داعم للمطلب الفلسطيني بالاستقلال وبإخراج الاحتلال من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 تطبيقا لكل الاتفاقيات الدولية. غير ذلك سنظل ندور في نفس الدائرة المفرغة. إسرائيل تستفرد في قطاع غزة وأيضا تستفرد في مناطق يعني كبيرة في الضفة الغربية، وتستبيح كل هذه المناطق وتفرغ حتى السلطة الفلسطينية من كل المضامين السياسية. تريد تحويل السلطة الفلسطينية التي تشكل نواة الدولة، تريد تحويلها إلى سلطة بلا سلطة وبدون أي مضمون سياسي أو حتى مضمون سيادي، وتحويلها إلى ما يشبه يعني الجهة التي تقدم خدمات بلدية. أمام هذا الخطر الداهم، المفترض من الفلسطينيين أن يتوحدوا. وحدة الموقف الفلسطيني سيجبر حتى الدول العربية والإقليمية والعالم على أن يلتفتون إلى المطالب الفلسطينية. غير ذلك أعتقد أن المشروع الاستيطاني سيستمر سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية والقدس وفي كل الأرض الفلسطينية.